انفصال مي القاضي وعلاقة هنا الزاهد بطليقة زوجها وأزمة محمد سامي مع روبي. بعد مرور 3 شهور بس على خطوبتها، أعلنت الفنانة مي القاضي انفصالها عن خطيبها دون الكشف عن أي أسباب، واكتفت بتعليق مفيش نصيب. هنا الزاهد تغازل طليقة زوجها. ضربت الفنانة هنا الزاهد مثال بيحتذى به في الحفاظ على العلاقات وعدم تحولها لعداوة أو غيرة بحدثها عن منة حسين فهمي طليقة زوجها الفنان أحمد، واللي أكدت إن مفيش بينهم أي خلاف وإن هي كانت دايماً بتطمن على مامتها لما كانت تعبانة. محمد سامي يثير غضب جمهور روبي. أصر النجم محمد سامي غضب جمهور النجمة روبي بعد مداخلة تليفونية من خلال برنامج الحكاية مع عمرو أديب اللي استضاف فيه مي عمر عشان يتكلموا عن مسلسلها رانيا وسكينة، حيث قلل سامي من قيمة روبي بجملة أغضبت جمهورها لما قال مي تقدر تعمل دور روبي في المسلسل لكن روبي ما تقدرش تعمل دورها. جدل حول ابن سمير صبري. بيشغل الرأي العام في الوقت الحالي ابنه الوحيد اللي لحد دلوقتي مفيش أي حد شايفه واللي أعلن عنه في كتابه حكايات العمر كله، حيث أكد بعض الناس إن الرواية دي أصلا من وحي خيال الراحل وإنه مفيش ليه أي ابن من الأساس، خصوصا إنه ما تكلمش عنه خالص من قبل حتى المقربين وحتى ما قالهوش في الميراث.